السلام عليكم. في موقع اسمه بيك وش، ده بيعمل ايه؟ بترفع الصورة بتاعتك، هو بيحذف لك الخلفية ويسيب بس صورتك، او دلوقتي بيعمل ابلود للصورة. دي الصورة الأصلية، وبعد كده حذف الخلفية وبيسيب بس الشخصيات اللي موجودة، وتقدر إن أنت تسيفها، أو ممكن تقول له أنا عايز أحط خلفية معينة، فتختار أي صورة هو يبدأ يخليها لك خلفية. عندك بقى تمثال الحرية، عندك أي صورة، تمام، يبدأ يركب لك الصورة زي ما أنت عايز.